صحف أمريكية بتقول أوباما سيطلق النار على نفسه بعد الاحتفال الروسي بالسيسي. إيه يا جماعة الأفوارة دي؟ واحد حيضرب نفسه بالنار عشان شاف اتنين على ترابيزة واحدة؟ إيه الدراما التركي دي؟ لا يا جماعة خليكم مهنيين شوية، دي سياسة دولية مش شغل مراهقين، مش لدرجة يضرب نفسه بالرصاص، مش إعلام مهني ده. يا جماعة أنا عايز أقول لكم إن البيت الأبيض طلع بيان رسمي عن موقف أوباما من الزيارة ديت.